يغسل ويكفن لا لا أم تجمع أشلاءه؟ لو استطعنا أن نجمع أشلاءه هكذا نعم. وإذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة. تمام. يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله إذا كانوا مسلمين. نعم. ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم. الغريق اللي مات في هدم بيت وقع عليه من زلزال أو غيره شهيد. المرأة تموت في نفاسها. المبطون المطعون اللي عنده استسقاء عنده مرض خبيث داء عضال كل والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله شهداء أمتي كثير. الحمد لله. والشهيد لما يموت لا يشعر بألم الموت أبدا. هذا الوحيد سبحان الله. كأنما يعني واخذ إبرة فقط بس. طب نجمع هذه الأشلاء المتناثرة. أيوة. نغسلها ونكفنها ونضعها. نغسلها غسلا شرعيا. نعم. وضعناها في اتفضل نضعها في كفنها ونصلي عليها. نعم. ونحمل على الأعناق ونذهب في الجنازة. تمام. ماذا عن الجنازة؟ الجنازة يجب ألا تتبع بصوت، ما فيش أي صوت ولا ذكر الله حتى. قال رجل في جنازة ولا ذكر الله. ابن عمر يسير في جنازة فقال رجل صائحا اذكروا الله استغفروا الله، قال اسكت لا غفر الله لك في الجنازة. في الجنازة ممنوع. أما 21 طلقة تحية للمش عارف إيه والموسيقى العسكرية هذا كله يفزع الميت، يفزعه. عمرو بن عازب لما الله دايم هو دايم ولا دايم لا لا لا. الله لما ابن عمرو بن عازب لما تتبعه جنازتي لما أموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر. قال يا عمرو بن عازب قال أخشى أن تخاف روحي تظنها النار، لأن أي حركة غير طبيعية حول المتوفى ترعبه. يستحب الصمت عند 3. أيوة. عند قراءة القرآن. نعم. وعند زحف الصفوف على العدو وعند تشييع الجنازة. يمشي سكوت. لا قرآن ولا ذكر ولا دعاء. استغفار اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. أتفكر في حالي أنا شايل اليوم أخي أبي ابني جاري يوما ما سوف يحملني ابني وجاري وهكذا. الصوت الجماعي هذا مرفوض ممنوع ولا فردي ولا جماعي في داخل الذات ولا فردي ولا جماعي.